أي مفكر إصلاحي لازم يعني بيشتغل على الأمة، على الناس. فكان كل المفكرين الإصلاحيين عبدوا الكواكب، يعني حاسين إن الأمة، وده إدراك منهم إن الأمة لابد أن تمتلك الفاعلية. الأمة دي تم تقييد الأمة هي أحد الناس، أنا وأنت وأنتي، هي دي الأمة. طب أنا هقف بس قدام التعريف، لأن التعريف بالنسبة لي جمع بينهم روابط دين، جنس، لغة، وطن، حقوق مشتركة، وجامعة سياسية اختيارية. محدش يفرض علينا حاجة، لكل فرد. ونقف واحنا بنعرف الأمة ونتكلم عن إيه؟ عن الفرد، حق إشهار رأيه فيها. أنا عندي ملاحظتين أساسيتين حوالين التعريف، يعلمون أنا كنت تخصصي مفاهيم متعارف. إنه الأمة ليست المسلمين، أول حاجة، إنها رابطة عميقة وأكبر من إنها تختزل في الدين بس، وإن كان هو أول يعني أول رابط بين الناس هو الدين، صحيح أو رابط، لكنه ليس الرابط الوحيد. لما يحط لي الجنس ويحط اللغة ويحط الوطن ويحط الحقوق المشتركة، معناه ما بيستبعدش الفئات الأخرى من الأمة إنها تكون جزء من الأمة. لا، المسيحيين معانا جزء من الأمة، وأهل النوبة جنس آخر هم من الأمة. يعني الأمة دي مركبة، وهو ميزة يعني سبحان الله إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات خلف أمة، يعني قد إيه أمة حاجة واسعة، ناس من الهند من الصين، مسلمة وغير مسلمة، يعني حاجة كبيرة الأمة دي. ثاني حاجة إنه رغم إن إحنا بنتكلم يعني عن الأمة، الكوكب عشان ما ينساش كلمة الفرد، كلمة الفرد دي تشير إلى إنه الكيانات، الأمة كيان كبير واسع، لكن ما ننساش الأفراد، أحد الأفراد، دول مهمين برضه. الفكر الشيوعي، يعني أنا عايزة أقول إيه؟ إن الفكر الشيوعي، فكر فضل يقول لهم إيه؟ الدولة تعلو عن الأفراد، تعلو عن مش عارفة إيه، فكر أممي، بس الأمة دي أنا ما ندوسش على الفرد، يعني لا، الفرد موجود، يبقى الآخرين موجودين والفرد موجود والمجموع موجود. طب شوفوا بقى الأسئلة، يعني قدام الأمة في الحكومة، يعني حكومة، تقدروا تقولوا حكومة الجنزوري وحكومة عاطف عبيد وحكومة كمين وأحمد نظيف تحديدا، يعني هل تمتلك الحكومة السيطرة على الأفراد أم أفراد الأمة أحرار؟ يعني إيه حدود الأمة؟ إيه حدود الحكومة اللي بتلغي الأمة دي؟ هل الإرادة للأمة وعلى الحكومة العمل، أم الإرادة للحكومة وعلى الأمة الطاعة؟ يعني الوضع معكوس، هل لا تسأل الحكومة عما تفعل أم يكون للأمة حق السيطرة عليها؟ كل التساؤلات دي على فكرة هي مش تساؤلات حقيقية، يعني إذا دققت النظر فيها هي مش تساؤلات. لا لا، أيوة فكرة إيه؟ المقابلة. حكومة يفترض إنها تطيع الأمة، بتضرب في الأمة وبتزل في الأمة. الأمة مفروض تمتلك الإرادة، تمتلك السيطرة، هي اللي تسيطر على الأفراد، يبقى ليها السيطرة على الأفراد. شوف برضو، هل الحكومة تتدخل في الدين أم أن ذلك من حق الأمة؟ الدين لا يؤمن، قال لنا فترة في مصر الدين اتأمن خالص، والله يعني مش عارف، حد كان كاتب كتاب اسمه تأمين الدين، صح؟ تأمين الدين، تصوروا يعني انتوا فاهمين، يعني انا شايفه لكم شباب صغيرين، تأمين يعني تأمين؟ بالظبط، انه جزء من الدولة، يعني خلاص خدته، لما يبقى جزء من الدولة يبقى انت معناه مش بتاع الدين شأي سياسي، لا هو الدين مش شأي سياسي، الدين بتاعنا السؤال. شوفوا قوة السؤال، لما تيجي تعمل سؤال مثلا، يعني لو انتوا باحثين او صحفيين او حد ناوي، شوف السؤال في الجون، يعني بجد السؤال في الجون، وغايته تحفيز الذهن. طب يعني انا لما بصيت على الاسئله دي قلت ان، يعني سالت نفسي، هو عايز يقول ان الوضع اتقلب، حس زي ما انت عملت لي بدري. من النقط اللي انا حبيت اتكلم فيها رغم انها مش واضحه قوي عند الكون، الناس ما بتكتبهاش، بتكتب عن الاستبداد بس، يعني مسيطر، يعني كل الكلام بيتكلم عن الاستبداد. الكواكبي كان مجتهد، يعني حق فعلا ان احنا نسميه مجتهد، مجتهد 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 بامتياز. طيب
في الكواكب دي يعني دي بقى يعني مركبه شويه. هو لما حب يناقشني وناقش الاجتهاد في فصلي من كتابه فصلين كاملين، عارفه خلى الحوار على لساني، هو كل مره يختار لما يتكلم عن السلفيه يجيب حد من مكه او اليمن سلفي، لما يجيب حد مثلا منفتح شويه يجيب حد مصر، لما يجيب حد منفتح خالص خالص يجيب حد انجليزي. هو لما يجي يتكلم على الاجتهاد كل على لساني، على لسان شخص انجليزي، سمسه الشخصيه الانجليزيه حاجه. يعني انا وقفت كده افكر طب ليه اختار الشخص الانجليزي، لقيت ان هو بالمقلوب كده لما افكر عايز يقول لي انه الغربيين يصعب النادر الى الاسلام بدون اجتهاد. ولما اتكلم عن الاجتهاد يعني صعب ان انت خرافات وبدع، انتوا ما عندكوش فكره الموالد بقى الاول، يعني الحكومه كانت بتدي الناس اسبوع اجازه في المولد النبوي، في مولد السيد البدوي عجله الانتاج بتقف خالص والخدميه، يعني بدع مفرطه وناس بتنام في شوارع، او يعني في حاجات لو بتقرؤوها مثلا يعني لغايه دلوقتي مود الحسين الناس بتبقى معلش، بس يعني انا في حاجه اسمها الدوسه، ان يعني يطلع الشيخ البكري يدوس على صف من الناس بحوافر الخيل، يعني اسمها الدوسه الدوسه. انا وفي بحث اجنبي عن دور ايه، ففكره انه خلاص الدين فقد بريقه، يعمل ايه عشان يستعيد بريقه وفاعليته؟ الاجتهاد، ما قدامناش غير الاجتهاد. ويجي الاجتهاد، لو لم يحدث الاجتهاد لن ندعو الغربيين، ولن ندعو مش الغربيين بس، اي امه من الامم مش هنقدر ندعوهم بالدين ده بصراحه. طيب هو برضو لانه فاكرين انا كنت بقول لكم حته الحجج العقليه، هو يعني بيمارس الحجج ويلعب مع الشخوص، هو اللي يعني قعد يفند حجج القائلين بالاجتهاد، بيقولوا الاختلاف رحمه، فهو لهم الاختلاف ليه صراحه؟ لما نيجي كل امه كل فرقه اسلاميه تفتكر انها الصواب، بقى يجي الشيعه يقولوا الصواب والاسماعيليه هم الصواب وباقي الفرق باطل، الاختلاف ما شاء الله. طب ويجي يقول لهم هم بيقولوا دليل من الادله برضه حاجه القائلين انه الامه اجمعت من قرون على وجوب التقليد، كل امام بيقلد، فيجي يقول لهم انه القدم والكسره ليس دليل صحه، لو كانت المسألة بالقدم لرجحت الوثنية والنصرانية، وإنه أذبحهم كتير يعني قديمة وأذبحهم كتير، لو مسألة كده بالقدم بقى يبقى الوثنية صحيحة.